حيث تقويكم ويجفكم الضغوط. جاءت القرارات التي أصدرها مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني استكمالا لمنهج الخطاب الأسدي بعد فترة من زيارة السفير السوري له في منزله، لتزيد هذه القرارات من حماوة الانقسام الذي تسبب به المفتي في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى محاولا تصفية حسابات داخل الطائفة السنية، مما حول دار الإفتاء إلى منصة انطلاق مشروع ضد الطائفة نفسها ورموزها. أولا المفتي مفتي الجمهورية هو موظف، والقرارات التي تصدر عنه هي تعتبر قرارات إدارية، وأول ما يجب معرفته هو أنه القرار اللي قضى بتعيين مفتين وإقالة أو كف يد آخرين هو صالح أن يصدر مثل هذه القرارات أم لا، وبالتالي فإن قراراته بحق الذين كف يدهم هي قرارات تأديبية، هل هو أيضا صالح وحده بإصدار مثل هذه القرارات؟ بالرجوع إلى المرسوم الاشتراعي رقم 8 بسنة 1955 نرى أن المفتين يعينون تعيينا بالانتخاب، أي أن الانتخاب ليس بالتعيين إنما بالانتخاب. إذن إصدار هذه القرارات من المفتي دون التقيد بالأحكام القانونية تعتبر قرارات صادرة عن غير ذي صفة، أي قرارات غير موجودة إنكزيستون، وهي قابلة للإبطال إبطالا مطلقا، ولا تقيد المراجعة في حق هذه القرارات. الرفاعي نفى القانونية عن هذه القرارات. أما إذا اعتبرنا استطرابا أما القرارات هي قرارات إدارية بحتة ففيها وجهة تأديب، والتأديب بالإقالة كمان له شروط قانونية دقيقة وصارمة، ويجب أن يحقق مع المتهم، يجب أن تقدم المستندات في حقه إذا كان قد أخطأ. هنا القرار صدر بدون أي تعليل، وكما يقول العلامة بلين أنه المجنون وحده معذور عن عدم تعليل قراراته. ولكن أنا بهالصدد وبهذه المناسبة، بما أن مفتي الجمهورية والمفتين الآخرين متابعين لرئاسة الوزارة، يجب أن لا يتهاون رئيس الوزارة في معرض إصدار القرارات، وعليه أن يراقب ولا يسمح بأن يقع مركز الإفتاء في الجمهورية وقوع الأخطاء الكبيرة والقانونية المخالفة لأبسط المفاهيم الإدارية. فإذا كان لجهة تضمين القرار قضايا تأديبية، فالمراجعة التأديبية أمام مجلس شورى الدولة يجب أن تقدم خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغ المتضرر قرار الإقالة. المفتي قباني وبحسب أعضاء في المجلس الشرعي يحاول تغطية مشروع سوري إيراني يستهدف رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، مرورا بالسياسات الكيدية التي مارستها حكومة حزب الله برئاسة نجيب ميقاتي ضد الحريري، لا سيما منها التعيينات الإدارية.